السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات إن شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف خير إن شاء الله يا ربي، أنتم وليداتكم وأزواجكم وعائلتكم، وتكونوا مهنيين ومريحين كامل كما راكم. اليوم عندنا واحد التحلية اللي هي الخبز الباي، حطيته تحلية كما موالفين نشوفوه. أنا موالفة نطيبه في أمبلا هكذا، ونقطعوا مربعات ونديروه مع، نحط يعني نقدموه مع لاتاي ولا مع القهوة ولا، يعني اليوم حطيته كتحلية مع الليجي في مع لابخي ميدي ولا في السهرة. حطيت له شوية فاكهة عندي سارة هكذا، وكما راكم تشوفوا حطيته في القوالب، طيبته في القوالب الفردية اللي جا كما هكذا، يعني كل واحد وحده حطوه كما هكذا كل واحد وحده. حطيت له في الكريمة هذه اللي حطيت له شوية خوخ وشوية تاع حبة تاع العنب وكريمة شانتيني، ونحطوه بارد يعني مع اللوجي ولا مع، نقدمو هكذا كل واحد في الطبسي تاعو. هذه هي البنات، إن شاء الله تيوه وتشوفوه، إن شاء الله يعجبكم وطردوا لي في التعليقات نتاعكم. ودوك نروحو نشوفو التحضير، تحضير مع بعض إن شاء الله ونخدموه مع بعض. هذه هي، ومرة واحدة أخرى إن شاء الله. هذه هي المقادير البنات كما راكم تشوفوا. قبل ما نفوتوا لطريقة التحضير نشوفوا السيرو تاعنا، اللي هو عندنا زوج كيسان، عفوا عندنا كاس تاع السكر بالكاس هذا، وزوج كيسان تاع الماء، ونحطوه يطيب. بسم الله، نعمل الكاس الأول نعمروه مليح، وعندنا هاد شويه تاع القارص، واحد غوندين تاع القارص، نخليوه يطيب 10 دقائق ونخليوه يبرد ونرجعو نشوفو المقادير تاعنا. حطينا السيرو تاعنا في يطيب على نار متوسطه واحد 10 دقائق، ونطفيلو ونجيو للمرحله تاع التحضير للعجينه تاعنا. عندنا كيما راكم تشوفوا البنات، عندنا العبر تاع البيض فيه ربع حبات، رفد لي انا يعني بالكاس هذا، راني رايحه نعبر تقريبا نص تاع المقادير بالكاس هذا. عندنا ربع حبات تاع البيض، وعندنا لهنايا عندي 6 مغارف تاع السكر ومغرف تاع لاباني، 6 مغارف يعني دائما بالمغرف هذه تاع الماكله. واللي تحب تزيد شويه تاع الحلاوه تزيد، يعني انا درت لي نص كاس تاع السكر، انا دائما نقص السكر في الحلويات تاعي، واللي تحب تزيد تزيد. بسم الله، عندي شويه تاع القارص مبشور، القارص لي دام كيما راكم تشوفوا، لي دام عندي هنا راهو تقريب جمد، راه عندي المكيف الهوائي راني حلته، عندي السخانه هنايا على بها برد لي. عندي نص كاس تاع مارغارين، وزدت له زوج مغارف تاع الزيت، يعني البنات راهو جمد لي كنت تشوفوا. ذوبته مقبله وحطيته في الكاس وبرد، عندي الهواء راهو شويه لهنايا برد الحال في المطبخ. نخلطو، بين ما يتخلط لنا البيض عندنا لهنايا عندي كاس، نفس الكاس اللي عبرت به كما شفتوا البيض، راني عبرت به هنا واحد 125 غرام تاع المكسرات. انا اللي شي طول البنات، وانتم ما ديروش تحبوا ديروا كاوكاو ولا ديروا نواة كوكو ولا واش عندكم كاين في الدار. انا راه هنايا مخلط، عندي شويه لوز شويه جوز كاوكاو اللي شي طول من الحلويات، وعندي
لا شابلور كما راكم تشوفوا لهنايا. عندي كاس درك نحطها بشويه بالعقل على حساب واش ترفد لي، يرفد لي الخليط اللي تاع البيض و حطوا شويه تاع لا شابلور يعني قبل ما نحطها كامل، نحط هاد العلبة تاع الخميرة اللي هي فيها 10 غرام، نخلط ونشوف شحال نزيد. يعني خبز البيه هذا تحبوا تديروه تحلية، تحبوا كما ديروه مع لاتاي في العشية ولا في السهرة. خلاص نزيدو كامل هذا، انا واش يعجبني فيه كيما هكذا، ديريه تحليه ولا ديريه مع القهوه والحليب العشيه ولا لاتاي، يعني روعه ويجي خفيف. البنات ما نطولش عليكم، البنات راني كيما راكم شفتوا راني خلطته وراني رايحه نحطه في حد القوالب هذه فرديه، لان راني رايحه نديرو كتحليه، لهذا اختاريت هذه القوالب. كما تحبوا تحطوه في ان بلا كامل وتقطعوه بمربعات ولا الشكل اللي تحبوا نتوما ولا دائري ولا. انا اليوم نحوس على هذا الشكل، هذا القوالب هذه باش يساعدني في باش يجيو فرديين كل وحده وحدها، ما نعمروش بزاف لان راه فيه الخميره وريحه تطلع. خلاص البنات راني نعمر كامل هاد القوالب اللي عندي كامل كيما هكذا ونرجعوا نشوفوا كامل. عمرت القوالب تاعنا البنات كما راكم تشوفوا، وما قلت لكمش من قبل راني دهنتهم بشويه زبده، يعني رايحه نحطهم في الفرن. ديجا راه يسخن على 170 درجه الفرن تاعي، راه نحطهم وسمحوا لي برك ندخلهم. خلاص حطيتهم في الفرن البنات، ونجي نطلع شويه تاع كريم شانتين. رايح انا راني حابه نحط فيهم غير شويه برك، شويه شويه ماشي بزاف، على هذيك اللي عندي كاس تاع لاتاي لهنايا تاع كريم شانتين، وعندي شويه تاع الحليب بارد مثلج كان عندي في الكونجيلاتور، يعني فين بدا يتجمد جبته. بسم الله نحط غير بشويه غير بشويه ونشوف. بسم الله البنات كما راكم تشوفوا كريمه شونتيني تاعنا راها طلعت، راني رايحه نحطها تبرد لان حتى هي لازمها تكون بارده، ومن بعد نشوفوا كيفاش نزينوا الكاطو تاعنا التحليه تاعنا. البنات كما راكم تشوفوا الخبز البايت تاعنا راهو طاب كما راكم تشوفوا، مازال كما خرجته مازال سخون، رايحه نسقيه هنايا. ونوصيكم على حاجه ما تعمروهش كيما انايا، راني عمرتهم شويه على الزايد كيما راكم تشوفوا، راه يعني يجي شويه فايد على المول، مازالو سخون كيما راكم تشوفوا زاد لي هنا. نوصيكم ما تعمروش الليمول تاعكم اكثر بزاف، هذه هي. لكن انا عندي الليمول هادو في الحق ما يلصقوش، ان شاء الله على ربي نشوف كيفاش ما يلصقولش الليمول هادو كما راكم تشوفوا. عندي ناجحين هادو هما الليمول تاعنا كيفاش خرجوا لنا الكاطو تاعنا. هذا هو خبز البي تاعنا، دوك رايحه نسقيه كامل، هو راهو سخون وشربات راهي بارده. نسقيهم كامل نخليهم ومامطو يبردوا ويشربوا باش نزينوهم تزيين اللي نحطوه في كما نقولوا اللمسه الاخيره تاعه حتى
حتى يبرد. البنات كما شفتوا الكاطو تاعنا كامل راني نحيته من المول تاعو كما هكذا. انا ما يلصقوليش هاد لي مول ما شاء الله عليهم، يعجبوني اللي ما يلصقوش. قلبتهم كما راكم تشوفوا، وراني في الحقيقه سقيتهم شويه كامل، سقيتهم قبل ما نحيهم باش جاوني ساهلين. قلبتهم لهنايا، دروك هنايا راهم كامل مسقيين كما راكم تشوفوا. راني رايحه نخليهم يبردوا حتى يبردوا كامل لهنايا، يعني ماشي في الثلاجه ولا، يبردوا لهنايا نخليهم على جنب كما هكذا. انا في الحقيقه عندي شويه تاع الخوخ وشويه تاع العنب كما راكم تشوفوا. عندي هاد الخوخه كما بديت نقي فيها البنات مع درتهم جبتها كما راكم تشوفوا. نشوف شويه تاع الخوخ، نقي الخوخ هذا عندي، هذاك الخوخ الملقم، واي خوخ اي خوخ يكون حاكم روحو برك يكون كما نقولوا ما يكونش طايب بزاف، هذا واش باش تحكمي فيه. وحبيبه تاع العنب، نشوف اللي كما نقولوا الديكور اللي يعجبكم والديساغ اللي يكون عندكم في الدار، هذاك هو اللي تحطو في التزيين نتاعكم ونشوفوا. وهذيك تاع الكريمه اللي راها عندنا، كريم شونتين اللي راها عندنا تبرد في الثلاجه، نجبدو كامل كي يبرد لنا الكاطو تاعنا نجبدو ونزينو في خاطرنا على المذاق تاعنا. من بعد نرجعو البنات نشوفو في اللمسه الاخيره تاعو. البنات كيما شفتو الديسير تاعنا، التحليه تاعنا هذه هي راهي واجده كيما شفتو. هاني زينتو تزيين عادي، يعني ما حبيتش نكثرلو، كثر فيه بزاف كيما راكم تشوفو. حبيبه حبه تاع الخوخ وحبه تاع العنب داروا لي وشاطت، يعني زينت بها وشاط لي، درت تزيين عادي. عندي شويه تاع لاجولي هنايا، يعني سخنتها باش نحطو فوق هاد شويه تاع العنب. وهذا درك كامل نحط لهم هاد لاجولي هنايا، الناباج هذا نحطهم كامل فوق الفاكهه هذيك باش ما تكحلناش ولا تفسد. نحطو في الثلاجه يبرد مليح، هو يحب يكون بارد، ونحطو ومن بعد نشوفوه في الطاوله تاعنا من بعد اللي نحطوه ان شاء الله. كما يبرد البنات هذا هو ينحط مع ليجي ولا مع حاجه بارده، كما لابريميدي هكذا يجيو عندك ضيوف ولا حتى في السهره تاع الليل ولي مالا. واللي بغى اللي شاطونا وما حطيت لهمش الديسير هذا يجيو حتى مع لاتاي ويجيو حتى مع قهوه حليب ولا المهم، حتى من بعد نشوفوه ان شاء الله. انا رايحه نكمل هاد ناباج كامل نزينو بهم، نكملوه نحطوه في الثلاجه ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله نشوفوه واجد.